ممكن الحس نتاع الطرقان اللي تسمعوا فيه where's getting done in the neighborhood. وما عندي حتى فكرة كيفاش نجم نتخلص من الحس هذا، حتى من السنسيتيفيتي بتاع المايك نقصت فيها بالذمة، مش نحاول أني التجربة ما تكونش بشعة ولا بالمرة. وانتم ما قاعدين تسمعوا في تعليقي لي، ممكن فيكم تكون يعجبوا ممكن ليه، ما في آخر المطاف مهما كانت البوزيشن اللي انت فيها لازم تسمعني إذا كانت معي صوت الإن جيم. هكا ولاكا فاير ميكس اكس دي تي المباراة الثانية بعد مباراة أولى ما كانش مقنعة بالمرة من الجن نتاع فاير ميكس اللي وفيت 16-4 على مستوى انفيرنو. فاير ميكس يدخلوا بقوة في اتجاه البوم سايت اي انطلاقا من سكويكي. الاكزيكيوشن هوني كانت ممتازة في وقت اللي فما ستاك نتاع ثلاثة لاعبين كانوا على مستوى البوم سايت بي، لعب على الكونكتور وبطبيعة الحال لعب على مستوى الميد. تخوف كبير لهنا او التقميرة واضحة في وقت اللي فايبر سقوي البوزيشن نتاعو فكان بايجاد هيد شوت اولى ويرجع الى خلف. هذه بطبيعة الحال الحركة اللي ممكن تسبب ارتباك سو اكس دي تي. فاير ميكس ينجموا يستغلوا هذه الفرصة، لكن نعرفوا ان الـ USPs نتاع لاعبي الـ XCD بصراحة ممتازين للغاية. هايدرو يمكننا من ذي المعرفة ذلك في وقت اللي الديفيوز ينجم يتم في أي لحظة، قاعد يصير ديفيوزل توا وبش يكون شبه مستحيل على لاعبي الفاير ميكس أو مستحيل لأنهم ينقذوا هذا الراوند. ممتازة سموك وممتاز ديفيوزل من الـ XCD وراوند أول في صالحهم. مرة أخرى نرجعوا اللي التكتيكال ديسيجن بتاع فاير ميكس صراحة تعيف، يعني علاش السموك نتاعك على الكواد هكاك ما نعرفش من صغر البومب سايت؟ غريب أمنو غريب. والله غريب ما نعرفش ما. This is tilting man. يعني بلي بش تخمم بلي بش تقول علاش البومب تتزرع على الغادي. I mean why علاش؟ المعجبين والمشجعين نتاع الفريق الأردني اللي باش يحاول توا يتفرق على مستوى الماب ويخلق الفارق، يعني انطلاقا من فايبر اللي كان بإمكانه يجد تاب على اثنين من المنافسين نتاعو على مستوى الميد، نكملوها بالبلانت غريب الاطوار وبطبيعة الحال الهول المحك على مستوى الكواد. نتمنى انه فريق فاير ميكس ينجم يلعب بطريقه ما احسن ويعطينا كواليتي كاونتر سترايك كيف ما عمل البارح، لكن الاشكال ما تجيكم تاع ام كي لهنا يقوم مس قاموا به في مباريات اخرى، يعني ولا لعب على مستوى الميد. ونتصور انه على فريق فاير ميكس انه يستغل هذا الفراغ على مستوى الكونكتور وعلى مستوى الهاي واي بالاسيست، يعني من ناحيه الوايت بوكس، ما يعني انه كوردينيشن جيده معناها بيزك ما يستحقوش باش يكونوا اقوى لاعبين في العالم واعرق فريق في العالم باش يقوموا باكزكيوشن على الاي في بنسر، يعني بلاعبين على مستوى الهاي واي، لاعبين على المين ولاعبين على السكويكي. مداخله نتاع البومب سايت اي بصبح صعبه على الدفاع اللي متمركز على مستوى هذا الموقع. تبقى الاشكال توا انه ثلاثه لاعبين يتوجهوا للبومب سايت اي، قراءه ممتازه مره اخرى من اي اكس دي تي غريبه، وكانهم معناها اما يقراوا في ذهن لاعبي الفاير ميكس او انه معناها يشوف فيهم من وراء الحيوط. تبقى انه كرانك حاليا يتخلص من تناركز بالاوب، اجريسيف اوب جميل للغايه متمركز كيف ما يلزم في اتجاه اذا السكويكي وان كي باش يحاول يزيد يضغط اكثر ويدفع للامام في اتجاه البومب سايت اي. تبقى انه اتجاه سي 4 مازال مش واضح ولا معروف، فاير ميكس قاعد ينتظر ان انتسيبيشن فمشي ما يخرج احد منافسيه في المناطق الدفاعيه نتاعهم.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم مرة ثانية في الجيمة بين فاير ميكس و اكس دي تي، ونعتذر عن المشاكل التقنية اللي واحدة ورا واحدة قاعدة تستخفي. انا ومعاذ، انا مشكلة مع المشكلة، انا مشكلة مع المشكلة ورا بعض، يعني مش ملاحقين. احنا حرفيا مش ملاحقين نحل المشكلة الاولى تطلع مشكلة عند الثاني. يعني معاذ سبحان الله قاعد بعلق في امان الله، اللي هو اجا واحد عامل بناء وصار يشتغل في الدار اللي جنبه، يعني لو فتح الميكروفون تبعه لقيت حتحس حالك طبرجية او عمال بناء ان صح التعبير. فحين انا اول ما صحيت الصبح خلاص حنعلق وايزي ويلا ونكمل اليوم الثاني، الكهرباء قطعت في كل الحارة تاعتنا والحارة اللي جنبينا والحارة اللي ورانا، ما ضلش كهرباء في كل المدينة. فالحمد لله هلقيت اخيرا تغلبنا عليها، كان هلقيت كل الامور ان شاء الله حتصير احسن. ودخلي مباشرة ما بين اكس دي تي في الماب الثاني هم وفاير ميكس، وهلقيت فاير ميكس اوريدي بعد ما خسر الماب الاولى ب 16-4 زي ما انت شفته، قاعدين برجع شوي شوي في كاش. لقيت هم يعني يمكن بدي اقول كول هو الوحيد، مش حتى هم كول هو الوحيد، لقيت اللي قاعد بيعطي من فاير ميكس شكل مريج تماما بعد الماب الاولى راحت عليهم، ولقيت متقدمين نتيجة 5-3 وكول قاعد بجري عشان يجيب الايس تبعه. شوشان قاعد لحاله، هقيت 1-3 نزل لقديش 13 فيك والفلاش، لكن لسه شوشان عايش. كرانك حرق الايس تبع كول و 5-3 قلت لمصلحة الفريق الاردني في ماب كاش اللي هم بنفسهم ما اختاروها، ما اختاروا انفيرنو. حتى لو نرجع حقيت البيك والبام حنعرف انه فاير ميكس شالوا نيوك ما حبوش يلعبوها، دست 2 انشالت من اكس دي تي، في حين انه انفيرنو اختاروا فاير ميكس ما زبطت معهم. التي سايد تبعهم كان يعني مرتبك شوية، كان واضح انه اكس دي تي مسيطرين شوية، سيتي سايد تبعهم يعني خلينا نقول باسف بطريقة غريبة. كان شفنا كيف يعني قدروا يستفيدوا من الاخطاء الصغيرة تاعت فاير ميكس في الماب، جابوها 16-4 الماب الثاني هقت كاش اوريدي. اول ثلاث جولات جابوها الاكس دي تي، بس بعدين من اول ما حملوا الاي كيز شباب الاردن ما راح محد، 5 جولات ورا بعض حتى ما صار يطلع عند كول، هقت يمكن 15000 معه 14000. بالتالي الافضلية هقت مصلحة فريق الفاير ميكس، الفايبر التوب اوف سكور بورد تبعهم 10 كل NK 2 كيلز، 4 عند كرانك، 6 عند زيرو كول، وكل طبعا ب 8. طالعين على البي اكسكيوشن هلقيت فريق الفاير ميكس 4، الخمسة كلهم طالعين باتجاه البي، هلقيت في حين طالع على الاكس دي تي سايبين الميد تماما. فاير ميكس مش عارفين هاي شوي شوي مولوتوف على تحت الفنس، يعني يضمن انه ما في اي حد حيبيك، ما في اي فلاش تنلعب عشان حد بعديها يبيك، لكن طلع هاي المولوتوف نزلت كت... طفى المولوتوف، شكله كان متوقع، لكن طلع حقت بيك الله عليك او كول جاب اول كله، اجت تريد من انكي ما ضل غير واحد في البومس، عارفين في واحد في البومس هاي كرانك اخذ تريد مهمه، كان حيجيب الكل على اناركيد، مين حيجيبه؟ الله عليك كرانك، كل 2-2 واحد في ديفنت، نزل 15 اتش بي، 15 اتش بي من جوا السموك، بولت وحده، بولت وحده فايبر، بولت وحده وخلص عليه، بولت وحده وادفنه جوا البوم سايت بي اللي هو بحاول يدافع عنه. فعلا اجت فيك، اجت سكيل، الله عليهم فاير ميكس، الله عليهم. وكرانك، كرانك هو رجل هاي الجوله، كرانك بالاوب شفنا منه 3 كيلز مهمين للغايه. جوله سادسه راحت في الاخير لمصلحه فاير ميكس على الرغم من محاولات الاكس دي تي ليدافعوا عن البوم سايت، يعني في عندهم صاحبهم في البوم سايت واحد بفلش بحاول يدخل من السيتي بحاول يدخل من الهيفن، لكن كرانك كان صاحي، كرانك كان لاعب صح وقدر يجيب الجوله السادسه للفريق. الجولة العاشرة من المرحلة الثانية في مباراة الأبر براكت فاينل، إن كي طلع كيف؟ سمع السكويكي ولا لا؟ لكن هو أهم شيء إنه صح، أهم شيء إنه عارف إنه أنركز هنا، علق راسه تعليق، حط له البولت ودقها بمسمار في الحيط، وقلبت السماعة من المسمار، قلبت السماعة منه، بس المهم أفضلية عادية هلقيت، فاير ميكس، وطلع كيف؟ هذا هو الصح اللي بيلعبوه قاعدين فاير ميكس، خلاص؟ عارفين انه ايكو صرنا فايزين 6 جولات متتاليه، ما في داعي نستعجل، اكيد اكس سي تي هلقيت مضغوطين ضغطه صغيره، لانه اوكي قنبله من عندي مياو. نكمل النقطه انه كانوا مضغوطين فريق الاكس سي تي، 6 جولات متتاليه خسروا، معناه هم لازم يعملوا شيء، فكل واحد فيهم بتلاقيه بيعمل بوش من المكان تبعه، لانه الديفولت هولد ما بتعطيه اي نتائج. عشان هيك شفنا كيف فريق الفاير ميكس كانوا جاهزين كول وان كي، كل واحد ولسه على نفس الصبر قاعدين، مع انه الضايل حوالي 45 ثانية. سي 4 ما زالت في الاوتسايد ميد،
طلع كيف فريق ال اكس دي تي هلقيت بحاولوا يرجعوا الميد شوي شوي، لكن فعليا السيفر قاعده بتقدم على الاي المورتوف والسموك اللي رماها اللاعب اللي في البي، اعتقد فايبر هي اللي سحبت كل المدافعين اللي كانوا عاملين ساك على الاي. طلع طلع هي صح، لقيت البوش جاي على الاي ما في اي مشاكل شيء، كل كلوز ليفت ما البوش جاي على البوم سايد طلع حقت اوكي هاي الكل، لكن كلها رايحه لمصلحه اكس دي تي لا، لان التو كيلز جايه في الاخير قدروا فاير ميكس يحسموا الراوند لمصلحتهم 7-3 نتيجه هالجيت لمصلحه فريق الفاير. رجعنا ثاني هالجيت للراوند ال11 ما بين فاير ميكس اكس دي تي، طلع البي اكسكيوشن اللي جايه هالجيت بجهز حالهم زيرو كول رمى المولوتوف على الديفولت فلاش زقت تنزل الفلاشز نزلت والبوش جايه كل اول واحد مات، لكن لسه الريفراكس زقت حتيجي لا هايدرا صار جاب كمان كل، لكن في ليفن خلصوا عليه بسرعه، في واحد في السيتي وواحد في البوم سايت كيف حخلصوا تبع البوم سايت لازم يسكزوا صح، وكرانك خلص عشوشان مسح في بلاط البوم سايت بي لكن طلع لسه ما دخلوا على البوم سايت لسه بيلعبوا بطء لسه بيستنوا غلطه فريق الفاير ميكس بيستنى غلطه قاعدين طلع عين كشف راسه كشف راسه زنسر بحاول يجيب الكل جابها على زيرو كول رجعنا 3-2 السي 4 وين السي 4 لسه موجود مع فايبر فايبر في الاوتسايد بي طلع كيف جيت بشكوا في حالهم قاعدين هل البوش جاي عندنا ولا لا الاكس دي تي لكن لسه ما هم مش ولا سموك على السيتي هذه مشكله هاي المشكله الوحيده ممكن تواجه فريق الفاير ميكس الجيت النيد الوحيده حتى رموها بالتالي قرار السلام يتخذ 45 ثانية زنسر وميا واناركز 3 على فايبر وكرانك كرانك شفناه بالاوب بيعمل اشياء جميلة جدا لكن هلقيت عليه انه يجيب الانتري على لاعب السيتي متى ما جاب الانتري على لاعب السيتي البوم سايت فيه حيكون مفتوح من غير اي مشاكل كرانك شوي شوي قاعد بقدم طلع فايبر فايبر قاعد بحاول يقرب شوي على كرانك بس عشان وين ما تيجي الفايت وين ما كانت الفايت تكون فيه بعديها ريفراك نشوف زنسر لسه بشيك الاي مين فكر انها جايه من الشورت او شيء جميل ماسك التراك لكن طلع اناركز واقف في زاويه مش طبيعيه مستحيل تتوقعها لا فايبر ولا كرانك وراوند رابع للاكس دي تي من ورا كل واحده بس اللي جابوها على زيرو كول لما كان في الزاويه اللي تحت هذا احنا نسميها النينجا اللي كان متخبي فيها يعني مجرد بس اخذ مكان عالي عرف البوزيشن هاي متخبي فيها زيرو كول ودى الافضليه لفريقه بعديها ما في اي سموك عن فريق الفايرمكس عشان يسكروا السيتي عشان يعرفوا يعبروا وفي الاخير راحت لمصلحه اكس دي تي لكن طلع المصاري لسه مليانه عن فريق الاردني وفريق الاردني هيك حاول يغير من لعبه باتجاه البي بيقدم شويه شويه هيك باتجاه البوم سايد لكن طلع في بوش كون مش حيكون عارف ان في بوش كون مش حيطلع ما مش مطلع تحت السموك وان واي سموك او بالاحرى هي سموك بس تخبى من تحتها زنسر جاب الكل على كول عرف انه فيش حد قريب في المد لكن طلع كيف على المينيمم السيفر كلها رايحه باتجاه البوم سايد اي مع لاعبين عند السكويكي في حين نطلع زنسر زنسر ماسك هاي البوزيشن زنسر اوه شاف انه هو قاعد بيرمي في المولوتوف طلع المولوتوف حطلع من مكانه حطرم عليها سموك فعلا كرانك رمى عليها السموك هلقيت في ثلاث لاعبين في الاي والروتيشن تيجي البيك جاي فايبر حامل فلاش التايمينج السيء يا التايمينج مش في مصلحته بتاتا طلع شوشان لسه ماسك الفنس ماسك فتحه صغيره في السموك شوي شوي هكذا حيبدو يرجع فريق الاكس دي تي للدفاع عن البوم سايت ايه انكي خسر حياته ما ضل غير بس زيرو كول وكرانك وطلع كيف الكل اجت من ورا زيرو كول ضل كرانك واحد على كرانك شفنا بالاوب بيعمل عجايب في البوم سايت بي لكن هكذا هايدرا جاء في الباكساب هايدرا حيغدروا فيه من وراه فعلا جولة خمسة اخذوها الاكس دي تي ولكن لسه فاير ميكس في المقدم لسه فاير ميكس معهم وصار له كمان باي يمكن كمان تو بايز خلنا نشوف كرانك بيقدر يشتري فعلا حيشتري اوب وات ادروب لزميله بالتالي باي كامل هيك حيكون من مصلحة الفريق الاردني نشوف السبونس تاعتهم كويسة للمد حيسمك الزي كول مش زيرو كول هي زي كول لا كول حيسمك الزي يا الله كيف كانت حتظبط اوكي بوش هيك جاي باتجاه البوم سايت ايه في فلاش حتكون بعدها بيك فعلا حيكون في فلاش حيكون في بوش البوش جاي كول جاب اول كل والكل الثاني كول دبل انتري هايدر بحاول يجيب ريفراك جاب الاولى جاب الثاني بحاول يجيب الثالثه صعبه شوي عليه لانه عارفين في واحد في البوم سايت اوكي في واحد في الميد انكشف زيرو كول في الميد وبالتالي رجعنا لنفس السيتويشن اللي كنا فيها قبل ثلاث جولات
انه في لاعبين بس عايشين لهم كرانك كمان واحد، لكن هيك كرانك وانكار عايشين باتجاه البوم سايت بي، وهذا هو الصح فيش ولا حد هناك. سمكو زي حيكون لهم البوم سايت بي كلير، لكن طلع ما يتاخروش، المفروض ما يتاخروا. كرانك المفروض يدخل هو زميله، هلقيت فعلا داخلين. اوه فتحه صغيره من فوق السموك قدر يستغلها شوشان الشنيص، جاب الكل على انكي، وبالتالي كرانك واحد على ثلاث حاول ياخذ السي 4 المرميه في الباك سايد، طلع على اناركيز لحاله داخل البوم سايت ايه، ما في اي شيء يعمل لسه، شكله ما شاف السيفر، لكن هجيت بعد من زرعت عرف ان في حد هناك. الفنس راح ينزل على الفنس، يلا كرانك كلتشتك هذه، واحد على ثلاثة البيك الاولى، لكن هايدرا كمل الكواد كل تبعته، سموك واحدة بس فيلوها فريق الفاير ميكس على الزي، كلفتهم غالي. هاي تاني راوند الفاير ميكس تكون سموك مش موجودة او سموك مفيلة، وبالتالي تخسرهم راوند. طبعا بعديها كمان راوند هايدرا كواد كل، وفاير ميكس هلقيته لسه كمان مرة لسه ما في المقدمة، لسه 7-6 النتيجة لمصلحتهم، والأول على سكور بورد فايبر له حوالي 3 أو 4 جولات، يعني بحاول بس مش بإشي يوصل فريق الفاير ميكس لراوند مهم. وقت مستقطع هلقيت مخدينه فريق الفاير ميكس، ضايل جولتين، الجولتين لازم نفكر فيها كويس. اي خساره اي خساره لاي راوند في الهاف هذا او في الماب هذه ممكن تكلف فريق الفاير ميكس غالي، لانه احنا عارفين انهم خسروا الماب الاولى والماب الثانيه، متى ما خسروه مباشره راح ينزل على الكونسوليديشن فاينل اللي هي في البراكتس الابر واللور براكت، اللي بيخسر من اللور براكت بيطلع برا، بس اللي بيخسر من الابر بنزل للور، لكن هجيت اللور براكت اوريدي وصلت للفاينل، فبالتالي اللي حيخسر من الابر براكت حيطلع للنص نهائي، اللي حرفيا هي بتكون نص نهائي، والفايز بيطلع للنهائي على طول، والفايز طبعا من اللور براكت بيطلع على النص النهائي هذا، فبالتالي خسران الابر براكت مع فايز الفاينل تبع اللور براكت بيلعبوا في النص النهائي، والنهائي بكون فايز من هاي المباراه بيستنى قاعد فيه. فاير ميكس هلقيت 5 اي كيز، ما في اوب عند كرانك بتاتا، حتى ما مع اي نوع من نوع اليوتيليتي، بيكون استخدمها على الاوتسايد بي او مبادئه الراوند، في حين شايفين اناركز شوشان معاهم دبل. لسه فريق الفاير ميكس بيلعب شويه شويه، بيلعب سلو، بيستنى غلط، نشوف شوشان. اوب طلع كيف قاعدين اكس دي تي بيلعبوا اربعه ثلاثه باتجاه الاي البي، في حين انه فاير ميكس سايبين بس ان كيالو اتجاه السكويكي. طبعا اهميه لعب السكويكي يعني مش بس انه هيك انت لو بتعمل سبيك بتلاقيه بس هيك واقف بعيم على الدور بيعملش ولا شيء زي ما احنا قاعد شايفين، لكن فعليا هو له اهميه مش طبيعيه، يعني بيجيب انفو، بياخذ تريدز، بيقدر يمنع روتيشنز لو بده يجي حد على شورت، الخ الخ الخ، يعني في اكثر من شيء ممكن يعمل تبع السبيك. طلع كيف لقيت هو لحاله تبع السبيك لحاله مع سموك تيم الاوتسايد ايه، جلب الروتيشن خلى اربع لاعبين جايين على الايه وواحد بس قريب من البوم سايت بي، طلع الفيك ممتازه. انكي هاجت بحاول يعمل فيك، فعلا عمل فيك صح، لكن هاجت الروتيشن جاب جاب البوم سايت بي. او فايبر جاب الكل على زنصر، المولوتوف هذا حتاخر فريق الفاير ميكس، لكن الله على كرانك جاب ريفلكس، عارف انه في لاعب هيد شوت، خلص عليه كل الله عليك، لكن عارفين انه في لاعب في السكرين بوزيشن او في الباك فنس بوزيشن. يلا انكي هاي الكل مندور عليها من انكي، اوكي سبرايك، لكن شوشان خلص على فايبر، عارفين المكان تبع شوشان 13 اتش بي، حاول يجيب الكل على اللاعب في البوم سايت لحاله، لكن المفروض انكي يستعجل، واحد على اثنين كول لازم يضلوا عايشوا، بس هاي هي المهمه الوحيده تبعت كول هلقيت، انه يضلوا عايش، انه يستنى الروتيشن تيجي من عند انكي، وفعلا انكي هلقيت حينزل من الفنس، وكول كول بده يفيك، كول عارف انه هلقيت كلوز رايت. اوه شوشان جاب الكل، وين مزروعه فلاش حتيجي، يلعن ابو شنصك يا شوشان، مش طبيعي الشنص تبعه. كول المفروض خلص عرف انه مش شمال فيك يمين جابه، لكن شوشان قدر يجيب الراوند 7-7 هلقيت النتيجه، وفاير ميكس على بعد جوله واحده من انهم يجيبوا الهاف الاول لمصلحتهم. ابديتس على المباراه الثانيه، يونيك ستارز ضد نصر اي سبورتس، الماب الاولى اختاروها يونيك ستارز جابوها 16-4، نصر اختاروا اوفر باس، لقيت 4-1 لمصلحه منافسينهم، لكن لسه اوفر باس احنا عارفين من احسن مراحل نصر. خلينا نشوف، نرجع الماب اللي معانا، يعني 1-0 ليونيك ستارز، 1-0 هنا لاكس دي تي،
والماب الاولى او الماب الثانيه عفوا 4-1 لونيك ستارز، لقيت 7-7 ما بين اكس دي تي والفاير ميكس. طلع لقيت فريق فاير ميكس جايبين دبل انتري حتى الان، وطلعت تريبل انتري فعلا. اناركس خسر حياته بالتالي 3-2. ارجوكم ما تخسروا كمان 3-2 هاي المره لمصلحه الفاير ميكس. الفلاش حتيجي عزي وحتيجي تبيك، لكن ان كي جاهز، ان كي جاب الكل على شوشان ممتاز، ضايل واحد بس هايدر 1-3 ممتاز. البيك من عند كول وفاير ميكس جابوا الراوند الثامن لمصلحتهم، وفاير ميكس خطوا الشوط الاول لمصلحتهم على الرغم من اكس دي تي محاوله انهم بعد ما جابوا اول ثلاث راوندات حاولوا بعدين يعمل كامباكس، لكن فاير ميكس قال لهم اقعدوا الشوط الاول لمصلحتنا. الشوط الاول خلص لقيت لمصلحه فريق الفاير ميكس. الاكس دي تي شفناهم زي ما قلنا جابوا اول ثلاث راوندات، بعدين حاولوا جمعوا 4 راوندات متتاليه، بس في الاخير الفاير ميكس كانت لهم البصمه الاخيره، كانت لهم ختم او مسك الختام في الشوط الاول. نستنى هلقيت يعملوا ريدي الشباب عشان يدخل مباشره على الشوط الثاني في الماب الثانيه اللي فاير ميكس المفروض يحاولوا يعملوا اكثر ما بوسعهم عشان يوصل للماب الثالثه اللي هي راح تكون اعتقد ميراج إن لم تخن الذاكرة فهي مراج. فعلا هي مراج، كان ضايف الأخير 3 مبات ترين أوفر باس ومراج. فاير ميكس ما بدهم يلعبوا ترين، إكس دي تي ما بدهم يلعبوا أوفر باس، وبالتالي طلعت معانا لميراج وفعلا حتكون ماب التالت مراج، وهذا اللي هو الهدف تبع فريق الفاير ميكس الجيت إنه يفوزوا فاير ماب عشان يودونا لمراج. ومن مراج نبدأ ندور هل فاير ميكس يطلع مباشرة للجراند فاينل تبع تصفيات ويروح على البيست أوف 5 اللي حتلعب الساعة 5 بتوقيت الجودز، او نستنى بعديها لنشوف اذا اكس دي تي هم اللي حيروحوا فاير ميكس حيستنوا الخسران من مباراة يونيك ستارز ومصر. الشوط الثاني بدأ هالجيت فريق الفاير ميكس فايبر الوحيد اللي معاه كيت 4 أرمورز، الحين طلع الاكس دي تي معهم سموك مولوتوف بدهم يروح فيها بجال بومساي في زيرو كول. عرف ان اللعبه عباره عن بوش بي، لكن هالجيت زيرو كول تكالبت عليه الامم وبالتالي تخلصوا عليه ميا وجاب الهيد شوت وطلع هالجيت في سموك على زي. هاي السموك حتحرم فريق الفاير ميكس من اي فيديو من اي معلومه ممكن يجيبوها لك. طلع كيف التشنيصه على فايبر اناركيز جاب عليه الهيد شوت جوا السي تي، وبالتالي 3-5 في معاهم كيت موجودة عند ان كي. شوف البيكس هلقيت مستنى السموك تروح، هل حيسيفو فعلا حيسيفو سيفو الارمر تبعهم ولا واحد فيهم الارمر تبعتهم خدشت. بالتالي قرار السيف صراحة هلقيت بعد الابديت الاخير تبع البيستول اللي بيخسر البيستول بيحتاج ايكو واحدة ما بيحتاج تو ايكوز عشان يشتري. هذا الاشي غير كتير من قيمة البيستول راوند، يعني صار اوكي لسه بيستول راوند لسه بتعطيك بونس راوند، بس يا اخي الواحد ما بحب البيستول راوند تكون زي هيك، يعني حرام الواحد. او يمكن اول مره من حوالي 3 سنين تعليق اشوف فريق بسيف في البيستول راوند، يعني خلص اوكي بدنا نسيف هاي بدنا نسيف. طلع كول جاب الكل جاب الثانيه، لكن ان كي خلص على مركز 2-2 ضلوا في الاخير عايشين ان كي وكرانك. يعني النقطه هذه غريبه صراحه، يعني ان انت قاعد تطلع فريق بدور في البيستول راوند على انه يسيف الارمر تبعه، هذه ما بتصير لانه طول عمره هالبيستول بتعطيك 2 اكسترا راوندز بتعطيك راوندين زياده. يعني ليش نسيف؟ اسمع لو 1-5 بدي احاول فيها مش بس 3-5، بس الاخير هاي المره طلع بسيف 2 الارمور مع المصاري اللي جبتها من الكلز هين اشتريتها ما زين اشتريت يوم اي ترى طلع اوه النيدز كيف الدبل نيد فشخت 4 لاعبين من عند اكس دي تي. نشوفها جت بيك من عند فايبر، عرف انه بدهم ياخذوا الميد لكن هجت تاكد انه ما في اي حد فيهم مستعجل في البوش. شوف كيف الباي من عند الاكس دي تي بس ام بي 5 واحد الباقيين 3 AKs وقليل ضايل معاهم سموكتين بس. خلنا نشوف فريق الاكس دي تي هلقيت كيف حيطلعوا. 2 طالعين على الميد ووك في حين اوه فاير مكسبين البوم سايت بي تماما. خليك اقول خليك ما في داعي ترجع ما في داعي ترجع. هايدرا لسه واقف في المين، فايبر ماسك الزي هاي البوزيشن كثير مهمه بيقدر حقيت يعمل منها باك ستاب. طلع حلوه انكي جاب الكل جاب الكل الثاني جاب الكل الثالثه الله عليك انكي وحش وحش وحش. جاب تريبل كل بالفماس من البوزيشن اللي شفنا فيه شراوت شفنا فيه عيسى ما ضل لقيت غير اناركز 1-3 جاب اول كل ضل لقيت 1-3 كانت 1-4 0 مرميه عند الفورك ليفت. ما في اي داعي بتاتا في ال 45 ثانيه الجايه اي حد من فاير ماكس يبيك بتاتا. المين ممسوكه لاعبين زيرو كول هلقيت من اي مع مكان
وزميل المفروض يكون معي مع مكان تاني، لكن انا اركز هالجيت عليه مهمة كبيرة عشان يرجع او يحاول يرجع هذا الرمز. طلع حقت البيك اجت من عند كرانك، ما في الها اي داعي انا اركز جاب الكل، لكن هكت عرفوا انه جاي من عند المي 25 ثانية، فيش كثير وقت ضايل مع اكس دي تي، لا انا اركز يحاول منهم يعمل اي مانوفر، يحاول يعمل اي لعبة هيك ولا هيك. طلع البيك حلو من عند زيرو كول، الله على زيرو كول وان كي، ختموا الراوند زي مصلحتهم. واكس دي تي برغم افضلية الباي اللي كانت معاهم الا انه فاير ميكس كانوا افضل، كانوا احسن في الراوند الماضي، جولة تاسعة على مصلحة فريق الاردن. داخلين هالجيت على الجولة الثالثة من الشوط الثاني، فريق اكس دي تي مضطرين نروح هالجيت لايكو او فورس باي بالبيستلز تيك ناينز ديجلز سيزيز، في حين فريق الفاير ميكس مركزين هالجيت ثلاثة باتجاه البوم سايت بي، سايبين واحد باتجاه الاي لحاله، او لا هالجيت حيسيبوا الاي حيسيبوا البي كلها لانه كرانك ماسكها، بيقدروا يلعبوا ثلاثة باتجاه البوم سايت اي لانه البوش جاي من هذاك المكان، كرانك ماسك الفنس البوزيشن هاي مفيش فيها اي شيء، لكن طلع البيك من عند انكي بفلاش ممتاز، جاب الاول جاب الثاني كمل فايبر عليه، انا ركز بحاول يجيب الكل، جاب الثالثه لكن اوريدي زيرو كول قاعد بمسح فيهم الارض، بحاول يجيب كمان هيد شوت انا ركز جابها لكن نزل 2 اتش بي كول وكرانك 2 على 2 ضد شوشانو انا ركز البيك هلقيت. اوه والله عليك اكول ضايل كل واحده بس اكول، يلا شوشان 1 على 2 ايش احاول اسوي، بحاول اجيب ديجل هيد شوت ما جابها، نزل 17 اتش بي 1 على 2، واحد في زي وواحد جاي من الهاي واي تبع الهاي واي حيبيك، خلص عليك رانك الله عليهم. تيم ايس من فريق الفاير ميكس حلو من عنده روتيشن كانت ممتازه، واكس دي تي محاوله فاشله جدا في انهم يستخدموا البيستولز ليجيبوا فيها راوند يعمل فيها دمج، عملوا دمج لكن ما جاب فيها راوند بتاتا، فاير ميكس وصلين للراوند العاشر. فاير ميكس هالجيت طالعين باربعة او ثلاثة في سجال بوم سايت بي، شكلهم عارفين انه في بوش من هنا فعلا نيد ممتازة، لكن سبريز هالجيت حتيجي البوش بخمسة لاعبين، بحاول يجيب اول كل جابوه لكن كول اوريدي هو كرانك كل حتين جاب له كل، هايدر بحاول يجيب ريفراكس لكن طلع كيف روتيشن ممتازة من عند فريق الفاير ميكس، حاول يجيب الكل صارت البلانت مش مشكلة صارت البلانت، لكن اهم شيء هالجيت يجيب الراوند. شوشان 1 على 2 22 ثانية مرتب اجت، لكن الله عليك يا ان كي مباشرة قتلوا وحرقوا ودفنوا في نفس المكان، والبلانت حيصير الهدف يوز هالجيت، وفاير ميكس مره ثانيه براون ثاني حيجيبوه لمصلحتهم، اثنين ضلوا عايشين كرانك كل واحد فيهم جاب له كل او جاب له دبل كل عفوا، واكس دي تي هالجيت بدهم ثلاث راوندات بس عشان يتعادل مع فاير. الجولة الخامسة من الشوط الثاني بدأت هلقيت فول باي من عند الاكس دي تي أول مرة في الشوط، في حين انه اوب في ايد كرانك وان كي وزملائه معهم ام فورز واي كيز، وهم شي هيك هلقيت فريق فاير ميكس بيلعبوا ثلاثة باتجاه واحد في البي وواحد في الاي، متوقعين فاست بوش من منافسينهم الارهابية. شوشان ماسك الاوتسايد بي لحاله، طلع على ان كي البوزيشن تبعته كتير كويسة، هادي بيقدر يقطع فيها كتير من المحاولات تبعت المد، وفي امكانيه للريفراج منها لانه كول طلع جوا الفنس، كول اي بوش بيجي مباشره كول بفيك كول بياخذ ريفراج ولسه معهم حد في السان باكز، وهذه هي الهول الصح. سموك ثانيه حد اخر الاكس دي تي زنسر قاعد بستنى ورا السموك، ان كي كذلك البيكس لسه ما اجت، لسه السموك بستنى السموك تروح، زنسر زميله قاعدين بيستنوا. اوكي المولوتوف نزلت كول نزل هاجيت من البوزيشن تبعته، لكن هاجيت البوزيشن تبعت انك حتبين، لكن اربع لاعبين مره واحده فيكوا على المد، فبالتالي بما انه كل البوزيشن تبعته تغيرت حيضطروا يسيبوا انك لحاله يموت، واللاعب حتى اللي كان في زي ما فيك معاه كول هاجيت تطلع كيف محشور بين مكانين متوقع حتى في الاوتسايد بي، فهلقيت هاي المولوتوف ممكن تساعده من زميله، لكن البوش جاء على السبلت بي في اثنين في البي، هذا شيء كويس نشوف كول زميله ايش ممكن يسوي، كول فايبر فعليا لا كل حاله كل حاله حيبي كل جاب اول كل الله عليك كل كمان كل الله عليك الثانيه ممتاز، ما ضل غير ميو هالجيت طلع زيرو كول في الباك سايد، مولوتوف يا رب ابعد عن المولوتوف يا رب ابعد عن المولوتوف، اجت بعيد عنه البيك هالجيت حتيجي من عند زيرو كول جاب الكل الله عليك زيرو، لكن ريفراك اجت من ميو نزل 11 اتش بي، ها ها الله عليك كرانك جاب الكل 1 على 2
واحد اثنين اناركست بيحاول يجيب كلك جاب لك شوت هاي المره ما كمل الكل تبعته اخذ السيفر لازم يزرعها 8 ثواني احاول يفيك هالجيت ما بقدر يفيك ضايل 5 6 ثواني البيك حتيجي هالجيت يلا كرنك يلا كرنك لك الكل ما اقدر اجيبها لكن البيك حتيجي من اليمين الاثنين مع بعض حيفيكم اليمين الله عليك يا فايبر وحش راوند 12 هالجيت راح لمصلحه فاير ميكس اكس دي تي بس طلعوا مره ثالثه بس بلانت ما طلعوا ولا براوند فاير ميكس الدفاع تبعهم ممتاز كول الله على الدبل كل اللي جابه في الاوتسايد بي مياو حاول يجيب توري فراكس لكن كلها في الاخير راحت لمصلحه فاير ميكس والفريق الاردني قاعد بدعس على منافسينه في الماب اللي منافسينه نفسهم اختاروها الجوله 21 هلقيت اكس دي تي عملوا فورس باي اكلوا نيد لسه في كمان بوش لقيت ثلاث لاعبين او ستاك عفوا ثلاث لاعبين كول شاف انه في بوش جاب جاب بمصت بيها ها هاي السبراي صح اناركز قدر يتخلص منه بعد هيك لكن طلع الدمج اللي معمول لاناركز لسه في اثنين في البي وحتى في واحد قاعد في البنت استناهم هاي الصح اي صح من روتيشنز الصح من فريق الفاير ميكس اللي هلقيت قاعدين بيعملوها بطريقه كثير ممتازه يمكن اكس دي تي بتركيز مع البوم سايت بي في اخر فتره خلى فاير ميكس او سهل مهمه الفاير ميكس في الدفاع عن هذاك البوم خلينا نشوف اثنين في البي زيرو كول وان كي قاعدين جوا البي بحاول يعمل هيت بوست على البنت فعلا حيكون فيها بوست على البنت ان كي حيطلع حيساند زميله اللي قاعد فوق الميد جراج في حين زيرو كول معاه في انجل حلوه كثير ان كي هيت المفروض اركز على الميد البوش هيت ممكن تيجي من الميد لكن لا لسه ان كي واقف وبستنى ضايل دقيقه الفلاشز نزلت السموكس نزلت هيت بيك حتيجي على الميد ان كي قاعد بيستنى تيجي معلومه اجت معلومه لكن ان كي ايش بده المعلومه بده الهيد شوت جاب الهيد شوت فايبر هو اللي جذب الانتباه فايبر هو اللي لعبها صح في الميد هلقيت افضليه عدديه وافضليه اتش بي وزيرو كول كمان حيرجع الافضليه لزميله فعلا رجعها لفريقه هلقيت شوشان مش عارف انه هنا لكن هلقيت عارف انه ان كي متخبي في الزاويه حيحاول يفيك عليه لكن جاب الهيتشوت بعد تشنيط سبراي ونشوف 2 على 2 ضل 30 ثانيه حاول يدخل على البوم سايت في مولوتوف لكن في كل من عند كرانك الله عليك كرانك 1 على 2 شوشان هلقيت معاه 38 اتش بي معهوش السي 4 متوقع انه في حد جاي من ورا لكن في سموك نزلت على السي تي هاي ممكن تساعده ممكن تخليه يدخل ياخذ السي 4 اخذ السي 4 لكن اخذ فوقيها بولت في راسه فايبر علق له اياها تعليقه 13 8 لمصلحه فاير ميكس اللي قاعدين يمسحوا بلاط البوم سايت بي في اكس دي تي منافسينهم الجوله 22 هقي دخلين عليها فورس باي غريب من عند فريق الاكس جي تي قدروا يجيبوا فيها كل على فايبر لكن الدمج اللي اكلوها اناركز ومياو كبيره كثير ممكن تو بولتس تخلص على اي واحد فيهم حتى يمكن اقل مياو يمكن بولت واحده بتخلص عليه في حين انه فاير ميكس قاعدين بيلعبوا بثلاثه بتجاه البوم سايت يا الله على القراءات الصح يا الله على القراءات الصح شوف كيف سايبين واحد في البي سايبين المد مفتوحه على الرغم انهم خسروها قاعدين بيلعبوا ثلاثه باتجاه البوم سايت يعني شوف كيف حتيجي معاهم الفلاش اجت على البوم سايت ايه لقيت بوش جايه كول جاب اول كل لكن اجت عليه ريفلك البوش البيك لقيت صح من عند انكي صار جاب فيها كمان كل يلا انكي بدنا كمان كل من عندك انكي حاول يجيب كمان كل لك ما زبطت معه مش عارفين يزيروا كول هنا يلا يزيروا كول الك يزيروا كولك يا الله كيف شنصت مع اناركز اجى بيك بطريقه غريبه الستاك ما زبطت مع فاير ميكس لكن القراءه تاعتهم كانت مناسبه تماما للسيتويشن اللي كانوا فيها والوضعيه هاي ما جابت لهم اي راوندز لكن جابت لهم دمج كبير خلينا نشوف فرانك 1 على 3 صار جاب اول كل لو يطلع البيستل تبعته هو لو يعرف بالاتش بي لطلع البيستل تبعته او نيد 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 نزلت شوي بس من الاتش بي تاعت شوشان طلع البيك كيف حتيجي من شوشان خلص على كرانك وبالتالي جوله يعني من بين الجولات اللي بحاول يجوها الاكس دي تي لكن شفنا كيف فريق الفاير ميكس حاول يمنعهم اكثر من مره ونجح حقيقه فاير ميكس حيروحوا كمان ايكو عشان الراوند الجاي يكون معاهم الفول باي كول هيت سكور واقف عند 21 كل ان كي 19 هو فايبر 16 عند كرانك زيرو كول واقف عند 10 كلات في حين انه منافسينهم الاكس دي تي اناركز هو الوحيد اللي جايب كلات كويسه هو وهايدرو الروند 23 هقدر النيد مؤلمه يصير فيه هقدر حيحاولوا ياخذوا الميد فريق الاكس دي تي شوف كيف حيحاولوا ياخذوا
وول بانج من عند انركيز ما اعطت اي تاثير. طلع كيف ان كي حيسيب البوم سايت ايه هالجيت وحيطلع كلهم مع بعض جهل بي ولا حيروح يمسكوا الميد مع بعض. اعتقد الميد احسن ايش ممكن يمسكوه داخل من جول سموك كول خسر حياته فايبر كذلك. هذه كروند يعني ما في مشاكل بس لو يعمل شويه دمج بكون خير وبركه. انركيز جاب كمان كل عكرانك حاول يجيب الكل الثالثه ما جابها حاول يجيبها بول بانج برضه ما زبطت معاه. بالتالي زير كول حيضلوا عايش هو وان كي يعني لفتره صغيره بس عبل ما يحاولوا يقرروا الاكس دي تي انهم يطلعوا بالجال بوم سايت اي لانه هجتهم عارفين انه الاي كلير زنسر اكل هيد شوت لكن ردها بهيد شوت ثانيه صار جايب الدبل كل تبعته وميو هلقيت البس بده ياخذ السي 4 حاول يزرعها حيزرع في الاي وما ضل غير زير كول واحد على خمسه. زير كول اللي قلنا لهجت انه جاب بس 10 كلات في حوالي 23 او 24 راوند لكن مش هذا هو المهم بقدر ما هو مهم يكون تاثيرك في المباراه نفسها. صح الكلز مهمه صح الكلز يعني هي اللي اساسا مبنيه عليها الكاونتر سترايك لكن في كثير اشياء بتكون مش مبينه في السكور بورد مش مبين انه والله زيرو كول هجت عنده 10 كلات معناها تاثيره سيء لا بتاتا. ممكن يكون له كلاتشين جابوا له اقل شيء 4 راوندات في حين 10 كلات كامله كانت كلها عباره عن اكزيت فراجز ما كان لها اي تاثير. زنسر قاعد بدور على انه يزيد الكل سبعته شوي لانه عارف انه هو الاوطى في فريقه طبعا من ناحيه السكور. زيرو كول حيسيف الارمور تبعه اهم من السي زي هلقيت بنشوف اذا حيقدر يشتري ام 4 هو زملائه ولا لا. اعتقد حيروحوا كمان ايكو لما يكون فاير ميكس معاهم فول باي بكون عندهم خيارات اكثر بكون عارفين ينفذوا خطط اكثر وهذا هو الشيء اللي بدوروا عليه الفريق الاردني. خلينا نشوف ايش حيسووا. طلعوا بيستولز سموكس نيدز معهم اربع سموكات تقريبا اربع سموكات شكلهم بدهم يوحوا لفريق الاكس دي تي انه احنا بدنا نمسك المد معانا ثلاث لاعبين او يرموا ثلاث سموكات هناك شوف ايش حيطلع معهم لانه هلقيت هلقيت بحاول يعمل ستاك على الاي لكن البوش جاب جاه البوم سايت بي البوش هلقيت حتيجي شوف ايش حيسووا. زيرو كول لحاله واحد على خمسه هلقيت زيرو كول عارف ان اللعبه بي زيرو كول عارف اللعبه بي ما قدر يجيب اي كل لانه خمسه تكالبوا عليه مع بعضهم وبالتالي البوم سايت بي هلقيت حيكون مفتوح حيحاولوا ياخذوا الاكس دي تي يزرعوا في سي 4 هلقيت البوش حتيجي اجت الفلاش اجت البوش حلوه لكن طلع كيف شنص هايدرا شنص التجنيس العاطله ومفلش جاب تو كيلز ما ضل غير زيرو كول واحد على اربعه حتى زيرو كول هو ضل عايش. فكرت اللي مات في البي هو اول واحد كان زيرو كول لكن فاير ميكس هلقيته 13 جوله معاهم اكس دي تي لسه بدهم كمان جولتين عشان يلحقوا بالفريق الاردني. الاوبس والاسلحه قاعده بتتبدل هكذا ما بين لاعبي الفريق الاردني وفول باي من عندهم في معاهم كيت عند كرانك في معاهم مولوتوفس في معاهم سموكس معاهم اوب شوف الفريق الاردني لوين ممكن يوصل من هاي الجوله. ثلاث لاعبين راحوا على الميد من عند الفاير ميكس في حين انه اكس دي تي بيلعبوا بثلاث بالميد تماما لكن السيفر رايح باتجاه السكويكي وحيلحقوهم باثنين من المين نشوف كيف. الاوبر كمان لاعب طالعين باتجاه الاي مين هلقيت في حين انه فاير ميكس مركزين اثنين بي يعني اثنين في الميد عفوا واحد بي واحد ايه هايدرا هلقيت مع سموك مع مولوتوف او مع نيد مع مولوتوف نشوف ايش حيسوي فيها. دي ملتي في الفوركليفت ملتي في الفوركليفت في لاعب في الفوركليفت هذه مشكله. فايبر لازم يطلع من البوزيشن تبعته طلع منها هاي الصحة طلع كيف شوي شوي قاعدين يدخلوا فريق الاكس دي تي على البوم سايد ايه اربع لاعبين هلقيت هناك موجودين الله عليك يا كول حلوه هاي الكل حلوه الكل الثاني من انكي الله عليك ودخل من جول سموك كول لك خسر حياته لسه في مدافعين كثير على البوم سايد صاروا جايبين كمان كل هلقيت الفيك الفيك من عند فايبر ممتاز جاب اول كل لكن عرف انه اخر اثنين في الفوركليفت هذه معلومه كثير مهمه ما حدش بيعرف ان في واحد في الام بي كي. حلو البوزيشن موجوده اعتقد من عند زيرو كول شوف هلقيت كرانك فعلا لا زيرو كول هو اللي جاي من عند تراك هلقيت شوف انركس حاول يجيب الكل لكن شكله حاول يعمل بوست بدي يعمل بوست لزميله فين عمل بوست لزميله طلع هلقيت على الشراود شفنا انكي هو بيجيب عليه من الكواد كله لكن طلع من الكواد من الكواد هلقيت بوزيشن كرانك فيل فيها فيل مش كويسه وقدر في الاخير انركس يجيب الراوند لمصلحتهم. كرانك لو ما كان معه بلوك كان معه فور لكن اقل شيء جاب الدبل كل بس مش مشكله فاير ميكس لسه موجودين لسه قادرين يؤدوا في هاي الماب حيروحوا كمان ايكو لكن بعديها مباشره على 13 حيطلعوا بفول باي من عند الفريق الاردني.
سي زي ارمر من عند اربع لاعبين او ثلاث لاعبين وكرانك من غير ارمر. نشوف البوست من عند فايبر ممكن يجي بيها باك ستاب لان البوش حقه جاي من اربع لاعبين. اه فتحه سكويك ممكن تكشف فتحه سكويك الصاحي يا انكي دبل كل الله عليك. البيك قد من 100 وجاب كل على كرانك لكن اوريدي لاعبي الفاير ميكس خسروا لهجت ثلاثه 100 وقاعد بيلعب بشراسه بتحس انه لسه بس لكن برضه بيلعب بشراسه. ثلاث لاعبين لسه عايشين من الاكس دي تي في حين زيرو كول انكي هم الوحيدين اللي عايشين من الفايمكس. البيك اجت اناركس جاب الكل على زيرو كول عارف انه انكي في السكويك لانه هو اللي جاب الدبل كل في الاول بالتالي البلانت هلقيت حتتم والبلانت هلقيت حتعطيهم بزياده مصاري بزياده فضل في هاي الجوله. وانكي قاعد بيستنى اي غلطه تيجي من اي لاعب وفعلا اجت البيك من عند انكي حاول يجيب كمان كل اخذ الانفو على مكان ميو بس هلقيت ميو حيطلع يلعب باسف تماما. السي 4 مزروع على كل مكان باستثناء المين طبعا حتى المين ممكن تشوف الناس. انكي حاول يسيف الاوب بيقدر يسيفه فعلا حمل الاوب درب الهلقيت كبير حط الاوب على ظهرك وجري لكن لا لازم يشيك ان فيش حد سكويكي هلقيت حيب لو ضلوا صمت شوي حيسمع حقت صوت قاعد بيحاول ينط النطة هاي حاول ينط اوكي هلقيت حيعمل ستيبس فجرت السي 4 انكي هلقيت حيسيف الاوب تبعه الحمد لله سيف الاوب تبعه 13 هلقيت فريق الفاير ميكس حيكون معاهم فول باي معهم اوب انكي يعمل سيب بيقدر يعمل دروب كمان اوب لو بده شوف ايش حيكون قرارهم انكي يطلع بكمان اوب فعلا حيطلع بكمان اوب وحنشوف كرانكو انكي الاجانب نشوف ايش حيسوي للفريق الاردني دبل اوب معهم برضو كت واحده كالعاده عند كرانك في حين اناركز الزملاء لسه معهم فول باي معهم 4 كيز ومعهم اوب البوش شكلها جاهه قبل تجاه السكويك كمان مره لكن في وولف سموكس بيعملوها في الميد من الاول بعدين بحاولوا يغير من الخطه هاي لخطه ثانيه طلع الانفو مع كرانك عارف انه فيش حد في البي هذه معلومه كثير مهمه فيش صوت فيش شيء لا صوت ولا معلومه ولا شيء انكي هلقيت واقف في السكويكي بستنى البوش تيجي حتيجي فتحه السكويكي انكي حيلاقي قدامه جحافل لكن اول جحفل وثاني مسحت فيهم بلاط السكويكي وحاول يعمل وول بانك انا كذا اوكي حاول تشنص كمان لكن لسه دفاع البوم سايت اي قائم لسه دفاع البوم سايت اي موجود وطلع كيف تاك طلع الباكسب ما قدر فايبر يكمل الكل تبعته 3-2 اناركز وزنسر امام زير كول كرانك وكول اناركز بحاول يقيم وراهم اعتقد السي 4 مع لاعبين الفاير ميكس على ما اعتقد الميني ماب مش مبينه لي مش واضح لا مع زنسر هيو اخذها يرجع شوي في الاي مين معهم فول يوتيليتي عند اناركز لكن زنسر معهوش ياكل بالمره غير اي كي وارمو كرانك مازال ماسك المد زنسر قاعد بيستنى في بيك من عند كول حاول يبيك قطع فورك ليفت لكن كول نزل ال 11 اتش بي ما قدر يخلص عليه وبالتالي 2-2 شاف السي 4 هاي معلومه كثير مهمه السي 4 هقيت قريبه من البوم سايت ايه انا ركز هقيت سمك حاول يفلش الاي فلش الاي سايت حاول هقيت يدخلوا مع بعض نشوف كيف دخلتهم حتكون لانه زيرو كول ماسك الزاويه صح زيرو كول ماسك الزاويه صح كيف شافوا انا ركز ما بعرف حتيجي البيك هلقيت ممتازه الكل من عند كرانك اوب على اوب واحد على واحد صفر مرميه صفر مرميه لازم يجيب فيها الكل لا المولوتوف لو زبطت يا الله لو زبطت المولوتوف كانت حتطلع انا ركز من البوزيشن تبعته انا ركز هلقيت شاف انه جاي من الزيك انا ركز هلقيت شوف لمين الافضليه حتكون عرف انه على يمين السايد يلا يا كرانك الله عليك جاب لك كلاتش ال1 في 1 وجاب الراوند ال14 لفاير ميكس بعد ما صارت حرب غريبه في البوم سايت ايه شنص خلال هزنصر واناركز بطريقة مش طبيعية لكن ايوه تف عليه ما في مشكلة 14-13 لمصلحة فاير ميكس واكس دي تي هلقيت حيكون معاهم باي فعلا حيكون معاهم باي وفاير ميكس بعد جولة واحدة منهم بعد جولتين عفوا انهم يحسموا الماب الثاني اثنين اثنين واحد هي خطة فريق الفاير ميكس في الجولة هذه اثنين على البي اثنين على المد وانكي لحاله على البوم سايت اي البوش هلقيت مش موجودة بتاتا من عند الاكس دي تي بدليل السي فور المرمية في ابعد مكان في التيسبون معناه ما قبضوا مروحة ديفولت توزع حوالين الماب يستنوا غلطة من الفاير ميكس اللي اتمنى ما يعطوهم مش ولا واحدة منها شوشان ماسك الاوتسايد بي شولدر بيك شوي بياخد انفز في حد عامل بوش ولا لا في حين كول زيرو كول اعتقد كمان ماسكين البوم سايت بي مع بعض انا ركز هلقيت شاف الراس تبعت انكي لكن انكي هلقيت اشطر منه مش حيضحي بالبوزيشن تبعته حيضلوا قاعد نفس القاعده شوف الله على الدايمينج حظك انكي محلاه
جاب الكل على أنركز، ما كان صاحب بتاتا، أكل هيتشوت على السريع، الفلاشة قالت هتيجي بعدها بيك، حلوة البيك ما في أي شيء، بالتالي هاي الانفلقت من عند إنكي من الشباب البوم سايد ايه ما حد دخلوا هجيت بعد السموك، يمكن يكون في حد فور كريفت لكن شيكت ما كان في حد، بالتالي السموك هجيت حتكفرنا وحتعطينا الأفضلية اللي هجيت موجودة معانا. ثلاث لاعبين قريبين من البوم سايت اي، في حين انه اثنين جوا البوم سايت بي ديديكيتد 100% للبوم سايت بي، الفوش هجيت جاي على الاي، هاي صح نشوف انكي خسر حياته لكن لسه في لاعبين في الشورت، في اثنين في الشورت، كل هجيت حيفيك، كل حاول يجيب الكل لكن تخبى تبع تبع سبيكي، زنسر جاب الكل عقول، ثلاثة على أربعة هجيت سبراي اجى على هايدرا نزل الاربي، شوف الريتيك كيف حيكون واضح. لاعب عند الفورك ليفت، واحد في السايت واحد في الكواد وواحد في المين، هيك متوزعين الاكس دي تي، في حين اثنين جايين من التراك وواحد جاي من عند التوكس بيرد. نشوف وايبر فيك اجت بعد فلاش لكن مياو ما قدر يجيب اي شيء، عرف انه هو في الفورك ليفت، عرف انه هلقيت السيف احسن شيء لازم يسوي، صح صح هيك فريق الفاير ميكس هي الصح. اوب وام فور وفماس في سيفو عشان الراوند الماضي هم فازوا وضل واحد بس عايش، معناها مصاري الجوله الجايه ما في بتاتا، شنك لازم يسيفوا الاوب الام فور والفماس وايش ما بيطلع معاهم الرن الجاي بيكون احسن بكثير من ال 1400 اللي حياخذوها لو خسروا. تعادل لقيت ما بين الاكس دي تي والفاير ميكس، الافضليه في الباي هاجيت يمكن تكون للاكس دي تي شوي لكن لسه فاير ميكس عندهم امكانيه انهم يرجعوا في هاي الماب، عندهم امكانيه انهم يحسموا جزء كبير منها. خلينا نشوف فايبر طالع على المد لحاله، فايبر هاجيت طالع ملته فنيد الصح، طلع لوين نزل ميو وطلع نزل لكن السموك نزلت بطريقه غريبه غطت على ميو ما قدر فايبر يخلص عليه. نشوف هاجيت فايبر او زنسر عفوا وين رايح، زنسر قاعد بقدم شوي شيء على الاي، هل حتيجي بيك على من الفورك ليفت ولا لا؟ لازم تيجي بيك من الفورك ليفت، هلقيت لازم يشيكوا المكان هذا، طلع كيف بحاولوا تخلصوا من شوشان لكن ما قدروا، كول هلقيت اول كل لازم يجيب كمان كل، يلا كول بدنا كمان كل صح يا كول، ضلك عايش ضلك عايش حاول ضلوا عايش، لكن اجت الباك ستاب من لاعبين، اثنين لو اتش بي ميا وشوشان الاثنين لو، هي مهمه زير كول هلقيت، ما في وقت للسيف خلص، هلقيت لازم نيجي مع بعض، طلع كيف الفلاش شنصت مع سماهم زير كول، خسر حياته واحد على ثلاثه هلقيت فريق الفاير ميكس. ما ظل منهم غير كرانك لحاله. حيحاول يسيف كرانك فعلا، شكله كرانك حيختار قرار السيف، هو احسن قرار بالنسبة له هالجيت لانه انكسر الشر شوي، انكسر الشر. لانه هالجيت اوب حيكون معاه 1900 دولار الراوند الجاي، مش حيقدر يشتري فيها اشي، لكن هالجيت لا معاه نيد سموك، معاه اوب، معاه ارمر، معاه ديفيسكت، فالراوند الجاي بتكون عنده خيارات اكثر بيقاتل مع زملائه على كرانك قاعد بقرأ التعويذات السحرية، يتعبد لآلهة الحديد تبعته عشان تحافظ على حياته، فعلا حيحافظ على حياته، وبالتالي 15-14 لمصلحة الـ XDT هالجيت. نشوف ايش ممكن يطلع معاهم، معاهم فول باي، في 2 UMPs، في اوب هالجيت عند فريق الفاير ميكس، في شوية فوش على الاي مين، شكله حيكون قرار فريق الفارمكس، لا حيعمل بوست، شكرا على الكسفه، حيعمل بوست هلقيت على شراود، شفنا قبل انكي كيف ممكن يلعب ممتاز في هذا المكان لكن انكي هلقيت هو اللي بيعمل 2-1-2 تشكيل فريق الفارمكس، في حين اكس دي تي مستنيين غلط من منافسينهم الاردنيين، مستنيين بيك هيك ولا هيك، واضح ان الاردنيين قاعدين بيلعبوا بطريقه باسف، هاي طريقه كويسه يعني مع كاش باي في اول الراوند، يا اما بتعمل بوش يا اما بتضل خلص محافظ على البوزيشنز تبعتك، بيعطي الاوب لفايبر، فايبر ماسك الميد هلقيت، لو نزل حد من البوست اعتقد بيكون قادر يسمعه وبالتالي بيقدر يغير البوزيشن اللي هو واقف فيها هلقيت على الوايت بوكس، لكن شوف انكي ماسك الايمين هلقيت اجى القرار من عند فريق الاكس دي تي، يطلعوا الخمسه باتجاه البوم سايت بي، بوم سايت بي هلقيت فيه لاعبين بس المشكله ان الروتيشن اللي حتيجي باوب من عند فايبر هذه مشكله كبيره، شوف ايش حيسوي فيه فريق الفاير ميكس، هلقيت اوريدي انكي ومين كمان زميله اللي فوق اعتقد كرانك، انكي وكرانك هلقيت مسكين البوم سايت اي، خش هلقيت جاي على البوم سايت بي، فيك حتيجي طلع الفلاش ممتاز، زيرو كل جاب كل، زيرو كل بيجيب الثاني، الله عليك زيرو، شوف ايش حيسوي كمان، لكن لا ميو جاب تو كلز، هلقيت روتيشن حتيجي باوب زي ما قلنا، بالتالي حتكون بطيئه، انكي
وكرانك هلقيت عليهم المهمة الأكبر. فايبر عليه بس يكفر. أناركز ماسك ماسك الهيفن. هلقيت حيبدا يغير حسن في باك ستاب فعليا ما في. زنصر ماسك الفنت وميول لحاله قاعد في البوم سايت وماسك تو بوزيشنز. بيك هلقيت من عند فايبر أجت فيش حد فوق الديفولت فيش حد في الباك سايت بشيك شوي شوي عرف قد هم معروف ان في واحد في الديفولت لك فيش حد فوقيها. فايبر جاب لك الاناركز ممتازه خلص من الاوب. اوه تايمينج صح واحد على ثلاثه لقيت ميو بده يجيب الاس بده يحاول يجيب الاس لكن عملوا له دامج كتير وخلصوا عليه. الله عليك يا فاير ميكس. رايحين احنا على اوفر تايم وبالكت الموجوده عند كرانك 15-15 فاير ميكس نجحوا في انهم يطلعوا بتعادل من هاي الماب. نشوف الاوفر تايم والاشواط الضفيه ايش ممكن يطلع مع الفريق الاردني. ريحتوا قلبنا الله يريح قلوبكم. اوكي الاشواط الاضافيه بدات. هلقيت فاير ميكس حيبدو في السيتي سايد وهي المره فيش اي راوند ايكو ممكن يطلعوا له او بالاحرى لو خسروا راوندين طبعا بنحكي في هذا الشيء لكن فيش في اول راوندين اي تفكير في المصاري. خلص قلت اشتري اوب اشتري البلوب اشتري بدك اياه المهم تجيب الراوند. قلت الراوند هي الاهم مش الايكونومي مش المصاري مش الاقتصاد مش والله قلت سيف والله ما سيف. نشوف فريق الاكس دي تي قد يطلع باتجاه الايمين في حين انه بيلعبوا فاير ميكس اثنين في البي مع بعض. زيرو كول حيحاول يعمل بوست فعلا حيعمل بوست تكون لكن ميو اوريدي طالع. طالع وين طالع جهنم ان شاء الله. خلص عليه مباشره كول اعطى الافضليه لمصلحه فريق الفاير ميكس وطلع البيك. اوه علق راسه تعليق دفنها دفن في السكويكي. ان كي وزملائه هلقيت لسه موجودين في الايه لكن طلع على ان كي. ان كي بحاول يجيب الكل جابها على زنصر شو شان خلص على كول لكن هداك بعيد تماما. البيك هلقيت حتيجي. فايبر ارحمهم شوي حرام عليك. واحد على اربعه هلقيت اناركز مع السيفر مع اوب امام اربعه من الأردنية الغاضبين اللي بدهم يفجروا الدنيا ويسووها بمنافسينهم. أحمد؟ أوه معاذ ألو؟ I think مازل ما كملش لحبايب. I think اللي صوت بوش يقلق بطريقة كبيرة كيف الشاطر بتاعت تركز خلقة فايبر. نعتذر من الناس قاعدة تسمع فينا نعتذر بالحق such an incident. منعرفش إذا كنت تسمع في الحس بالقوي ولا إيه أحمد؟ سامعه حاسه فراسي حرفيا فراسي قاعد بضرب الزلمه لهالقيت. لحظه بالله يا خنطا يا في المايك سنسيتيفيتي مره اخرى خاطر بصراحه يعني بوش عادي هاك. يا الله حاسه حقيت لسه بدوك فراسي الزلمه شي الحاله هذه. لحظه برك بليز تيرن اوف ذا مايك بليز طفي المايك. اوكي اناركز واحد على اثنين حيحاول اناركز يقعد يعمل بوش في اتجاه الاي لكن جاب الفليك على كرانك. اوكي واحد على اربعة صارت واحد على واحد. هلقيت زيرو كول بدي يجي من الشورت البلان صارت للشورت لكن زيرو كول شاف انه اناركز مش واقف هذاك البوزيشن. زيرو كول مكان تبعه مش معروف المفروض ما يفضح حاله. طالع هلقيت على الهيفن حاول يبيك بيك هلقيت مايك مايك معاد مايك. اوكي اوكي واحد على واحد فيك هلقيت زيرو كول اوف وقع قلبي. واحد على اربعة كانت اناركز خلاها واحد على واحد لكن الله عليك محمد. محمد جاب لك لوتش في الاخر 16-15 حقت فاير ميكس جابوا اول جوله في الاشواط الاضافيه وبالتالي سيف الاوب وهذا شيء كثير مهم برضه حافظ على المصاري تبعت فريقه للراوند الجاي وبالتالي زي ما قلنا الشوط الاول من الشوط الاضافي الاول راح لمصلحه فاير ميكس. الشوط الثاني في الشوط الاضافي الاول ما بين فاير ميكس واكس دي تي هلقيت بدا في بوش سريع على الايمين من عند اناركس بحاول يستنى البيك من عند فواد لكن طلع البيك موجوده من عند كرانك قدر اناركس يجيب فيها الانتري على البوم سايت اي والبوش هلقيت جاء على ذاك البوم سايت. ايش حيسوي فريق الفاير ميكس؟ كيف حتيجي روتيشن اثنين هلقيت جايين على البوم سايت اي المولوتوف على التراك حتاخرهم شويه. اناركس لسه ماسك التراك اناركس لسه ضامن انه فيش حد عامل بوش هلقيت على الروتيشن نفسه لكن طلع هايدرا اوريدي قاعد في البوم سايت طلع كيف بطخ على كتفه جابه هيدشوت. انا ما بعرف ايش بيسوي ديانتو هذا لكن طلع باك ستاب من عند شوشان جاب اول كل جاب الكل الثانيه وبالتالي مضر غير كول واحد امام خمسه جاب كول جاب الكل لا شوشان جاب التربكل تبعته
وبالتالي تعادل ب 16-16 ما بين فاير ميكس والاكس دي تي. حكون في باي موجود من عند فاير ميكس بس يزيد واحد عند كرانك والباقي حيكون معاهم انفوس. فايبر طلعني غلطان 4750 بالضبط اشترى فيها الاو بس عقدها عقد الاو ما معاه ديكوي حتى ديكوي مش معاه. شوف هلقيت فريق الاكس دي تي بدهم يطلعوا رش على الميد شكلها لانه رمى السموك اللي بترمى على المولوتوف. كول فتح الفنت كول هلقيت استنى الفلاش اجت اوه اجت كول جاب اول كل اجت الريفراك واجت الريفراك الثانيه ان كي جاب كمان كلك ان شاء الله نصف الاخير مع شوشن. عارف انه في كمان واحد في الميد لكن طلع كرانك لسه ماسك سموك الايمين ضامن ما فيش حد بيقدر يعمل عليه بوش. اوه ان كي ان كي هلقيت عمل بوش وراهم لكن رمى المولوتوف هاي عشان يكبروا حالهم. طلع كيف المفاجاه مفاجأة بهيت شوت لكن كان الاي كي اقوى. ان كي فايبر 2 على 3 البوش هالجيت جايه عرفوا في باكسب. طلع هايدر ماسك الاوف انجل هادي اوف انجل هاي لئيمه جدا من عند هايدر حتكون له فيها الافضليه. سيفر انزرعت في الاي هالجيت هايدر ماسك البوزيشن هايدر جاب الهيت شوت ان كي 1 على 3 فايبر هالجيت بحاول يطلع من الهاي واي لكن مباشره انركس جاهز بالاوف تبعه جاب الراوند 17 لمصلحه الاكس دي تي. خلص الشوط الاول من شوط الاضافه الاول ننتقل هالجيت للشوط الثاني من شوط الاضافه الاول. فاير ميكس صراحه في شفناهم في الشوط الاول او بالاحرى في اول جوله من الشوط الاضافي الاول شفناه كان كويسه اللعبه تاعتهم لعبوا صح باتجاه الميد لعبوا صح باتجاه الاي بس المشكله كانت في انه اناركست جاب 3 كيلز منهم اثر كثير على البوي تبعهم في اخر راوند. صح كان معهم انفورز لكن كانت معهم يوتيليتي قليله بالتالي اضطروا انهم يطلعوا كلهم مع بعض يلعبوا بطريقه كيف انه لازم نلعب كلوز لازم نعمل شيء شباب نحاول نطلع الثلاثه ميد طب نحاول نشوف البوس لازم نطلع من وراهم لازم نعمل بوش. بالتالي هاي الخيارات كلها ما بتكون يعني بتكون موجوده عندك بس انت ما بتفكر فيها كثير لما يكون معك في اليوتيليتي. بتقول خلص معك في اليوتيليتي اسمع فملتف بنيد بسمك بمسك عادي ما عندي مشكله لما يكون معك قليله بتقول انا مضطر هيك اسمك عشان بعديها حمسكها اكثر من هيك مش حقدر اعمل يعني حتى انيد سموك عشان اعمل البوش ما حقدر. بالتالي تضطر تدور على خيارات اكثر تضطر تبحث ايش اشياء كمان ممكن تعملها عشان تحسن من وضعك جوا الرام. فاير ميكس هلقيت داخلين على الراوند الرابع او الراوند الاول في الشوط الثاني في الشوط الاضافي الاول بفول بايك رانك اوب 4 اي كيز في حين شوشان واناركس طالعين دبل اوب من فريق الاكس دي تي. فاير ميكس لازم يفوزوا ثلاث جولات في هذا الشوط عشان يحسموا الماب في حين اكس دي تي بتكفيهم جولتين فقط لا غير. طلع ان كي هلقيت حيعمل فيك باتجاه الاي شكلهم حيعمل فيك باتجاه الاي فعلا المرتفع هلقيت حتنزل المرتفع نزلت شنصت مع سماه طلع كيف زين صار فيك مباشره خلص على ان كي عرفها لقيت ان اللعبه مش اي لكن لا البوش جاي عبيه فيش غير واحد تلبيه يلا شباب اعمل بوش هلقيت لازم تعمل بوش هلقيت خلص الفيك عملت الفيك اشتغلت البوش اجت الله عليكم ياو لحاله في البوم سايت حيحاول يسمي يمين عشان اي شمال حيتخبى جوا السموك ياو تخبى جوا السموك لكن لازم يبحث عنه ياو جاب كل ما بنفع تخلوه ضلوا عايش ما بنفع الله عليك يكون واحد على ثلاثة قلت ايش حيسوي حاول يجيب الهيد شوت بده يجيب الهيد شوت ما قدر لانه تخبى هايدرا كلب بس الخائب حاول يجيب الهيد شوت خلص السلاح ريلود يقول جيب الهيد شوت جاب الهيد شوت واحد على اثنين لكن اناركس قدر يخلص عليه 18-16 قلت فاير ميكس محتاجين جولتين كاملات بس عشان يضلوا عايشين في الماب هذه. الجولة الثانية من الشوط الثاني من الشوط الإضافي الأول ماشيين فيها هلقيت فاير ميكس معهم فول باي مرة ثانية البوش اللي عملوها والفيك اللي عملوها على الاي وراحوا على البي كانت كويسة بس اتأخروا كثير السموكس مولوتوفز أخرتهم أناركز جاب كل على فايبر باتجاه البوم باتجاه البوس حتى شوف هلقيت محاولة دخول من جول السموك من عند كرانك قابلها هايدرا بكل 3-5 هلقيت الثلاث لاعبين جايين على البوم سايت بي هلقيت الروتيشن حتيجي ولا لسه روتيشن مش مقتنعين اللعبة باتجاه هذا البوم سايت شوف ايش حيسوي هلقيت بيك من مياو لسه ما اجت الفلاش اجت هلقيت هلقيت اجت بيك من مياو جاب الكل 2-5 هلقيت ضايل لازم الاثنين يحسموها ولا حيطلعوا من هاي المباراه ان كي ما قدر يجيب اي شيء بالتالي راحت هاي الماب لمصلحه فريق الاكس دي تي